احنا نعرف انه الاشخاص اللي عندهم متلازمه داون هم يكون عندهم عدد الكروموسومات اكثر من الاطفال العاديين، ويتميزون بوجود كروموسوم 21. لكن تحديدا انه الاشخاص اللي عندهم متلازمه داون يكون عندهم اولا كسل شديد في الغده الدرقيه، عمليات الايض عندهم الحركه تكون جدا بطيئه، ايضا طريقه الاكل عندهم تكون مختلفه، يكون شرهين في اكلهم اكثر من غيرهم من الاطفال. طبعا احنا نعرف انه اللي يكون عندهم متلازمه داون يكون عندهم تضيق في اللي هو المجرى الاكل او اللي هو اخر الفم، ايضا يكون عندهم تضيق في الانف، وبالتالي دائما يتنفسون عن طريق اللي هو الفم، حجم اللسان يكون اكبر، وبالتالي هذه من الاشياء اللي تساعد ان أي تغذيتهم تكون مختلفة عن الأطفال المغايرين، وبالتالي زيادة مستوى السمنة عندهم.